ازيك يا لينا، عاملة ايه يا كتكوتة؟ احنا جايبين لأصحابنا النهاردة قصة جديدة، بس قبل ما احكي اي قصة ما تنسوش الاشتراك واللايك، انا بحبكم كتير كتير كتير. معانا النهاردة قصة لذيذة لذيذة لذيذة، معانا قصة الطفل الشقي. الطفل الشقي ده يا أصحابنا كان بيلعب في الكهرباء كتير كتير كتير، وكل ما يلعب في الكهرباء بيتضرب، كل ما يلعب يتضرب، وفاكر اللي احنا ايه بنمنعه من الحاجة الحلوة، بس للأسف هو كان دماغه صعبة قوي 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 قوي. يا حبيبي سيب الكهرباء، لا يا حبيبي سيب الكهرباء، لا مفيش فايدة فيه. فالطفل ده يا أحبابي جه مرة الكهرباء كهربته جامد قوي 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 قوي، مفيش فايدة برضو، برضو مفيش فايدة، محرمش. طب احنا ككبار جبنا ايه؟ جبنا حاجات للفيش، يا ريت كل البيوت اللي عندها اطفال شقية زي دي تجيبها. جبنا حاجات بلاستيك بتحط فيشة الكهرباء، وحطينا سلوتيب تقيل 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 لأي فيش الكهرباء تحت، صح يا لينا؟ عشان الطفل ما يتكهربش تاني. جه بعد كده يا حبايبي عمل بردك، ساب الكهرباء، دخل في حاجة خطر جدا. تخيلوا اللي بيطلع على البوتاجاز، طلع على البوتاجاز وكان لولا ربنا سترها عليه، يعني كان فيه مية سخنة بتغلي عشان الشاي، بس الحمد لله الطفل ده متلسعش، بس وقع من على البوتاجاز. مش يحرم برضه، مفيش فايدة فيه. نعمل ايه في الطفل ده؟ بس يحرق في البوتاجاز. لا هو ما اتحرقش الحمد لا لله، حلق. لا ما اتحرقش يا لينا، انت كده كدابة، انا مش بحب الكدب. وبص يا اصحابنا، بعد كده الطفل ده قعد يفكر 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 يعمل ايه يعمل ايه، المهم قعد يكسر في الشقة ويطلع البوتاجاز ويطلع مش عارف ايه. ماشي، في حل للاطفال الشقية ديت؟ في حل. حل بقى بتاعهم ايه؟ نخرجهم الصبح بدري، نوريهم جنينة، نروح بيهم جنينة الحيوانات، نروح بيهم جنينة فيها ألعاب كتير. بيلعب هيتبسط وهيلعب وهينسى الشقاوة، هيجي ينام. بس ايه، مش كل يوم، ومركبة كمان، هيبطل شقاوة. في ناس، وفي ناس شايفين، بصوا الأطفال، وايه تاني؟ وفي فيل، وفي فيل، في بصوا حقيقي، فيل حقيقي. بصوا عايزين فيل حقيقي، لأن الجيل دوت مش جيلنا خالص، الجيل ده عايز يخرج ويتفسح. بصوا يعني اي حد عنده طفل يتمنى اللي هو يحط في الفيش سلوتيب تقيل 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 عشان يبطل يتشقى الطفل دوت. ماشي اصحابنا، يلا المعلومه خلصت. تعالى بقى اقول لكم على قصه السمكه بسرعه. كان في سمكه صغننه 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 قد كده، قد كده. السمكة دي كل ما تيجي تاكل السمك الكبير يضربها، كل ما تيجي تاكل السمك الكبير يضربها. راحت تعمل ايه؟ انا جعانه انا جعانه ومش لاقي حد يحميني، طب اعمل ايه اعمل ايه؟ راحت السمكه الزغننه ديت يا اصحابنا مشيت 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 لحد شط البحر. جه نصيبها الصياد اصطادها، قال لها ايه ده، هو انت مش فرحانه ليه؟ قالت له هو انا كمان كملت انك تصطادني وانا جعانه، انا جعانه بدور على اكل وقلت اروح الشط عشان الاقي اكل. راح الصياد قال لما تلاقيش انا عندي اكل كتير 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 هاكلك كل اللي نفسك فيه. قالت له بجد ومحدش هيضربني تاني؟ قال لها لا ما تخافيش. في صياد كان واقف على الشط، راح اخد السمكه يا لينا، راح جاب لها حوض سمك جميل 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 وحط فيه ورد واشجار واكل للسمكه. قالت له ماشي انت كده حلو قوي، بس انا طالبه منك طلب. قال لها قولي. قالت له وعدني انك ما تجيبش حد معايا في الحوض الجميل ده، انا ما صدقت ان انا اعيش وانت تبقى صديق. راح يا اصحابنا الراجل ده فعلا وعدها وقال لها انا مش هجيب حد معاكي خالص 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 لغايه ما تكبري وتبقي عروسه السمك الجميله. بصوا شايفين، هو ده الطفل الشقي اللي انا بحكي عليها، دي قصه حقيقيه اهو. بصوا شايفينه ظهر اهو، مفيش فايده فيه، ما بيخافش خالص. راحت السمكه اتبسطت وفرحت توته توته وخلصت الحدوته. يلا بقى تنسوش الاشتراك واللايك.